السلام عليكم أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو الجديد من يوميات دجاج من حديقتي. طبعا أحب أهنيكم مناسبة السنة الميلادية الجديدة 2024، وإن شاء الله خير وبركة على الجميع. وكما تشاهدون كالمعتاد الدجاجات، ومن الصبح يعني الطيهن أكلهن، وهالمرة تمرضت قميرة وجبت لها علاج، وجبت علاج هم للدجاج وبر تحت الجلد هاي للأمراض الموسمية، والحمد لله هسه صحتها زينة. جبت لهن كالسيوم والحمد لله والشكر يعني بدأت تتحسن، صار عندها إسهال هسه لا الحمد لله زينة، هتشوفونها قاعد تاكل. اعطاني أوبر يعني بالعضلة، أوبرة ضربها هو مرة، وثاني يوم أنا أضربها، وثالث يوم أضربها أيضا. يعني الأوبرة تقسمت ثلاث مراحل، وطاني حبوب نوعيتين، الصبح حبايتين والعصر حبايتين، ثاني يوم الصبح حبايتين والعصر هم حبايتين. لا الحمد لله يعني تقريبا ثلاثة أيام عالجتها وهسه صحتها زينة. الدجاجات بدن موسمهن الجديد، وأيضا أم زهتر عافت ابنهن، هذني الإسبانيات يعني كبرن وبدن، والله هن مو واضحات. هاي الحديقة طبعا بديت أشتغل بيها لكن ببطء، الحمد لله سكاي صارت أم، طبعا جابت اثنين بالبداية، واحد مات واثنين طرحتهن، يعني جابت هي أربعة، اثنين عدلات وماتن.